هنا بقى هو بيقطع كيكة التوينكز. انا الصراحة ما عنديش خلفية هي التوينكز دي مقاطعة ولا لا، هي لو مقاطعة يعني ومش معانا يا ريت تكتبولنا برضو في الكومنتات عشان ابقى عارف، لان هو للأسف يعني كل شغله بالماتيريال دي، لان الناس ياما قوي بتيجي تطلب اوردرات من عنده اصلا بالاسم، يعني في اللي بيبقى عايز توينكز، في اللي بيبقى عايز هوز. لكن هو بقى الحاجة اللي قدر عليها اللي هي يعمل لها مقاطعة يعني ويغيرها، هو مثلا زي النوتيلا مثلا جاب شوكولاتة مصرية بدلها، شبه اللوتس مثلا جاب اللي هو روتس حاجة شبه كده. بس بقى وكمان عنده اندومي، بيعمل فشار، يعني بيعمل كمية حاجات ياما قوي. انت يعني ممكن تشوف الفيديو ده كبير شويه، بس هو بس عشان بيبقى شامل كل التفاصيل. انت شايف الفريسكا ملاها قوي كده ازاي؟ مش عارف الصراحه هو ده الطبيعي ولا هو ملاها كده عشان التصوير. بعد ما بيحط بقى اللي هي التوينكز والشوكولاته التانيه بقى وصوص الشوكولاته، بينزل بقى عليه بصوص شوكولاته تاني وبسكوت اوريو مجروش وايت وصوص تاني وايت شوكولاته. انا ما عنديش خلفيه الاوردر ده بيطلع كده في الحقيقه ولا لا، بس هو الصراحه منظر الاكل يفتح النفس، منظر الفريسكا جامد. حاطط كميه حشو كتير، معرفش مش حاسسها فريسكا كده، باين عليها ان هي كريب مثلا، مش فريسكا خالص، حجمها كبير قوي، ده هي اصلا مش باينه في التصوير. فكره بقى انه بعد ما يخلصها خالص كده ينزل عليها بالجهاز تاني، هي الفكره بس انه الجهاز بيبقى سخن فيسيح بقى الحاجات اللي جوه، مثلا الكيكه اللي حاططها والكلام ده كله، ده هيسيح في بعض هتبقى احلى. عامه يعني فكره الفريسكا ما فيهاش افتكاسات يعني ولا فيها صنعه ولا حاجه، بس هي برده بتفرق فاهمني، يعني بتفرق في العجينه. يعني انا الفريسكا برده جربتها من عند ناس كتير قوي، كل مكان باكلها بطعم مختلف، مع انها بتبقى نفس العجينه ونفس الشكل ونفس كل حاجه، بس هي الطعم اللي بيختلف. ما اعرفش بقى هل الفريسكا عنده بتبقى طعمها حلو، هل ده مثلا بيبقى مستخدم لبن او بيبقى مستخدم حاجات نظيفه مثلا وخامات من ماتيريال عاليه مثلا ولا ايه بالظبط. وقال التاني برده اللي الفريسكا مثلا ما بتحسهاش قد كده، يعني بيسترخص. انا الحقيقه مش فاكر ده صوص ايه بالظبط، بس هو باين عليه ان هو صوص لوتس صح. التاني ده عادي، ده الوايت اللي احنا عارفينه. بعد ما بيخلص بقى الصوصات دي بقى بينزل عليه بالايه، بالبسكوت اللوتس المجروح اللي هو الروتس، يعني مش عارف اسمه غريب قوي. بعدها بقى بيبقى كده خلص الفريسكا وبيلفها رول بقى كده، وبعد ما بيلفها رول بينزل عليها بقى بالجهاز تاني عشان تسيح كده، كل الحاجات اللي جوه تسيح كده بقى، وكمان تبقى ناشفه كده وتحسها ان هي واخده كراست. وهما برده كمان بيعملوا وافل. بصوا انا صورت لكم كل حاجه وبتتعمل من بدايتها لنهايتها عشان وانت بتاكل تبقى مطمن كده، تعرف الحاجة اللي انت بتاكلها دي مصدرها ايه ولا بتبقى معمولة ازاي،
وهل في نظافه في المكان ولا لا، وكل الكلام ده، عشان موضوع النظافه ده ناس قليله بس هي اللي بقت تهتم بيه الا من رحم ربي. الواحد قبل ما ياكل لازم يبقى مطمن ويبقى عارف الاكل ده معمول ازاي، سواء كان بياكل في مطعم او في ستريت فود. لقيتهم برضو كمان بيعملوا الكب فريسكا، ده بيبقى عباره عن فريسكا كده عاملينها بالشكل الكب كده، وبعدها بقى بيبقوا عاملين برضو بيحطوا جواها برضو فريسكا متكسره وكريم شانتيه بقى. انا الكونسيبت ده انا عارفه اه، بس عمري ما جربته ولا كنت اعرف بيتعمل ازاي. اللي عارفه ان هي فتت، ففتت اللي هي كنت اقول فتت شاورما، اللي هي فتت فريسكا. ما هو مش طبيعي يعني لما اجيب سيره الفته اقول فتت فريسكا، انا لازم اتلخبط فيه. نزل بقى عليها بالبتاع الملون ده، نفسي اعرف اسمه ايه البتاع ده. عملت لكم برده منه الفيديو ده ريل كده، حاجه خفيفه كده بسيطه، ادخلوا اتفرجوا عليه، فيديو جامد. فتت الفريسكا دي بقى كمان هو عاملها مخصوص عشان الكريسماس، يعني يوم راس السنه وكده، حتى حاطط لها الوان كده اللي هو الوان الكريسماس. الوافل ممكن يبقى عادي وافل يعني بيحط عليه صوصات، فمش محتاج افتكاسات يعني ياما، فما عامل له سكيب احسن، بدل ما يبقى ايه منطول له وقت الفيديو كده على الفاضي. هنا بقى انا باكل، بس في اخر الفيديو بقى هقول لكم ايه اكتر حاجات عجبتني، وهقول لكم هي عجبتني ليه، وتشتروها من عنده ولا لا، وارخص في اماكن تانية ولا لا، وكل بقى التفاصيل دي، وعنوانه بالظبط، ورقم الموبايل، وهل يستحي ان انتوا تجربوه ولا لا، ولينك الصفحه. بصوا هدلعكم. بصوا جربت من عنده 4 فريسكات. اول حاجه الفريسكا العاديه دي سعرها 3 جنيه، ودي طعمها جامد. جربت برده كمان الفريسكا هوهوز، ودي عجبتني قوي، وتاني واحده برده، وتالت واحده قصدي التوينكز، وجامده قوي برده. ورابع واحده اللي هي بكريم شانتيه دي، لا ما عجبتنيش الصراحه. واللي هي الفريسكا كب او اللي هي فتت الفريسكا برده جامده قوي، دي جربوها. وجربوا كمان اللي هي عامله شبه بتاعت الكريسماس دي برضه تحفه. هو عامل برضه اختراع، واختراع هو اللي عامله يعني، اسمه تاكوس ايس كريم. الاختراع ده موجود يعني اوريدي، بس هو يعني هو اللي ضايفه عنده. المفروض تاكوس ايس كريم ده يبقى فريسكا عاديه محطوط فيها ايس كريم وسبريد شوكولاته، او سبريد مثلا الصوص اللي انت عايزه. هو عاملها هي عامل نفس الكونسبت، بس الفكره ان هو بدل مثلا بدل الايس كريم اللي عامله بكريم شانتيه. فممكن يعني مش حاسه قوي يعني، بس هو كتوتال يعني كسعره فهو حلو. لكن بقى لو هنتكلم بين التاكوس اللي عنده والتاكوس مثلا بتاع كونيتا اللي في المعادي، لا ففي فرق كبير جدا جدا جدا. المكان ده بقى اسمه هرمون السعاده، بتاع 2 شباب كده مجتهدين. المكان ده بقى موجود في العجمي في مول الهانوفيل، يعني يا دوبك هتعدي كارفور وهتعدي كمان تاون تيم، هتلاقي مكتوب كده قدامك بيافطه حمراء كده مول هانوفيل. انت جنب تاون تيم بالظبط هتلاقي ممر كده اسمه بانوراما هانوفيل، هو ده المول. المنيو بقى بتاعهم هيظهر على الشاشه دلوقتي، ده بقى المنيو بتاعهم، بيبقى فيه العنوان بالتفصيل، في ارقام الموبايل، في بصوا في كل التفاصيل اللي انتم ممكن تحتاجوها. هتدخل بقى في الممر ده، هتطول يا دوبك شويه حلوين كده، هتبص ايدك الشمال هتلاقي المكان.